أطل الجمهور على عوالم الفنان التشكيلي فداء منصور من خلال لوحات معرضه الفردي بعنوان نوافذ دائرية، والتي جاءت متنوعة في مواضيعها وغنية بمروحتها اللونية. احنا بدأنا بالتجربة من هون من أدونيا، التجربة الأولى كانت جنون المنطق والتجربة الدائرية، وتابعنا لتعزيز الفكرة، كان كترنا شوي المعارض، وبالتالي بنكون أكملنا دائرة صغيرة بهي الفترة اللي بدنا نثبت فيها فكرة انه طواعية الخط الدائري اللي هو ممكن يعني يتسنى له يكون مدرسة بالمستقبل ان شاء الله، او تجربة جديدة للفن التشكيلي اللي هو بيحمل اسم سوريا بالنهاية، نابع من خبرة بالرسم والخط العربي وطواعيته وفلسفة الدائرة الخاصة النفسية او التشكيلية. وقدمت هون 30 عمال في مختارات سميته نوافذ دائرية، اللي يكونوا ما في موضوع محدد، في رسمت شيء من الطبيعة، شيء من الرقص البالي أو الشرقي أو أحصنة أو بعض النوافذ، الحالات الإنسانية الخاصة أو عامة، وشيء من لوحات من فترة الحجر الصحي، وإن شاء الله يعني يتكلل النجاح.